الانتخابات والتي تعد الحدث الأهم سياسيا في المرحلة المقبلة تحظى باهتمام واضح من قبل الجهات المعنية. وفي سياق الاستعدادات لانتخاب مجالس المحافظات، عقد مكتب المفوضية العليا للانتخابات في البصرة ندوة لنخبة من الإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الكيانات السياسية، بيّن فيها إتمام استعداداته اللوجستية وتدريب الملاكات لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية تعبر عن إرادة المواطنين بشكل حقيقي. يواصل مكتب انتخابات البصرة استعداداته لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 من شهر كانون الأول 2023. بهذا الصدد تم افتتاح 76 مركز تسجيل استقبال المواطنين لغرض تحديث بياناتهم البيومترية واستقبال واستلام بطاقة الناخب، واعتبارا من تاريخ 9 من تموز لغاية تاريخ 7 من آب. وكذلك تم افتتاح عملية طلبات استقبال طلبات المرشحين الراغبين المشاركة أو ترشح في الانتخابات المقبلة، واعتبارا من تاريخ 15 تموز لغاية تاريخ 13 آب. عقد مكتب انتخابات البصرة ندوة حوارية مع الإخوان ممثلين عن الكيانات السياسية والتحالفات السياسية وكذلك المرشحين المفرد حول آلية الترشيح والشروط الواجب توفرها بالمرشح. أولا كانت التعليمات كالآتي: أن يكون عمره أتم 30 سنة إلى يوم الاقتراع، عراقي كامل الأهلية، حاصل على شهادة البكالوريوس أو يعادلها. أما بالنسبة للقوائم المفتوحة تم استثناء بتقديم قوائم للمرشحين بالنسبة للشهادات الدبلوم والإعدادية نسبة 20%، أن غير مشمول بغير قانون بمساءلة والعدالة، أن غير لديه قيد جنائي، أن يكون من سكنة أبناء محافظة البصرة حسب سجل الأحوال المدنية أو حسب المجلس البلدي، تقديم القوائم حسب المجلس البلدي، تأييد من المجلس البلدي، يكون مصدق من المحافظة أنه يسكن في مقيما فيها عن لا يقل عن 10 سنوات. تم عقد مكتب البصرة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 17/7/2023 ورشة عمل تدريبية تخص الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات لتوضيح للتحالفات والأحزاب والمرشحين والتأكيد على رسوم المشاركة من قبل التحالفات والأحزاب والمرشحين، الرسوم المالية، وكذلك التأكيد على الوثائق المدرسية سواء كانت الإعدادية أو الدبلوم أو البكالوريوس. في الوقت نفسه نؤكد على المفوضية تزويد كتاب رسمي لرئاسة جامعة البصرة لتسهيل المرشحين الحصول على وثيقة التخرج. يقيم مكتب انتخابات البصرة ندوة موسعة لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأحزاب السياسية، إذ في هذه الفترة تم فتح باب تسجيل الأحزاب السياسية للانتخاب مجالس المحافظات في موعدها المحدد. مكتب انتخابات البصرة أجرى جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها من الأمور اللوجستية وكذلك تدريب الكوادر التي ستعمل في مراكز التسجيل 76 والتي تفتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت. كان عنده شغل بالنسبه للمقول لصلاحيه رئيس